من هناك انا واحد يعرف يامن على نفسه ويامن على اولاده ويامن على كذا. واهم من هذا كله انه اي واحد فينا بنحط راسه على الخشب وينام، خاصه لما تجينا النومه الاخيره لانه كلنا ماشيين ان شاء الله. هذه قدره الله ومشيئته. هل وحطوا راسنا في النومه المؤقته اللي نموها قليله ولا النومه الابديه اللي لا يعلمها الا الله؟ هل احنا منحاسين ان احنا وجودنا كان عنده فايده اصلا ولا لا؟ بس هذه هي انا خلاصتي في كل اللي عملته هذا كله. بس شكرا.